الو اميره، ايسا زعاء، اخبارك ايه؟ اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. الحمد لله. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. لو سمحت عايزه اكلم الشيخ احمد. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ، يعني انا عندي سؤال بخصوص الصلاه. يعني انا مش منتظمه في الصلاه وعايزه انتظم، وعندي مشكله ممكن تكون تافهه بالنسبه لكم، بس انا عايزه حل ليها. اتفضلي حضرتك. صوت بعيد بس. اتفضلي يا فندم. انت أميرة علي صوتك وقولي سؤالك. طيب تمام. السؤال، انا متجوزه، ومن ساعه ما اتجوزت بصراحه مش منتظمه خالص في الصلاه. يعني بسبب ايه؟ بسبب ان انا في البيت بحب، يعني مش بحط ميك اب، بس ايه، بحط مسكره حواجب. فما باجي اتوضى فبلاقي ان انا مش عايزه اجي ناحيه حواجبي علشان ما تنزلش المسكره، او مثلا اللي انا حطاه ده ما يروحش. طب ما هقول لك حاجه، ما انت ممكن مثلا الواحد لو كان بره البيت مثلا ومضطر يتوضى، فبيعمل مثلا بتعملي الميه كده، وبعد كده بتجيبي الكلينكس، او انت في البيت عندك الفوطه مثلا وبتطبطبي، بس مش بتمسحي فهتطبطبي كده، فولا المسكرة الحواجب دي هتروح ولا بتاع، يعني هتخف شويه، فاهمه؟ اه، هي فعلا انا بعمل، يعني اما باجي اتوضى. ما تعملي كده احسن من ما تتوضيش خالص. لا، انا باجي اتوضى فبتوضى ما بجيبش ميه على الحواجب خالص. لا كده حرام، صح؟ ايوه، يعني طب. بتعملي حواليها وتسيبيها هي؟ لا، طب حطي عليها وجربي الطبطبه دي، ما هي هيخليها تروح. فانا بقى في كل مش هتروح، هتخف شويه، مش هتروح. لا هتروح، لان فعلا جربت قبل كده، يعني مع يعني الخمس صلوات في اليوم، فبالتالي هي بتروح بقى، وانا ورايا شغل بيت وعندي اولاد وكده. فيعني حل الموضوع ده ايه؟ طيب مثلا، ما هو مش بقول والله حاجه وحشه، بس مثلا المذيعات والناس دي ما بتحط ميك اب، طب انتوا بتصلوا ازاي الخمس صلوات وانتوا برضو مثلا؟ ما انا بقول لك اهو، انت مثلا الواحد بيتوضى ويفضل قاعد على الوضوء بتاعه على كذا صلاه، ولو اضطر في النص. انا عارفه الوضوء بتاعي، لان عندي اطفال بضطر اغير لهم بتاع. ما انا بقول لك، ولو الواحد اضطر في النص، ما هو بقول لك اهو بحط انا بحكي لها الاول دي تجارب الحياه، وبعد كده الشيخ احمد هيقول لك الفتوى. مثلا ميه كده، ميه كتير كده، ميه كتير كده 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 كده، وبعدين بالكلينكس كده طبطبه، فبيروح شويه. اه بيروح، بس بيفضل برضه مش بيروح. ايوه، وانتوا معلش، وانت خارج اصلا الهواء. طيب انت بتحطيش ميك اب؟ لا انا يعني هي بس عشان بس الناس فاهمه ده، ان هي حتى خارج الهواء ما بتحطش الميك اب ولا بتحط الكلام ده. انا ما بحبش الميك اب. اه اصلا فاهمه، ما بتحطش ده، ما بتحطش مكياج اصلا. لكن في الهواء طبعا مضطره، ده شغلي. بس انا هقول لك حاجه، هو انت ايه المشكله؟ لو انت مشكلتك كلها في رسمه الحواجب، طب ما انت لو رسمتي، لو غسلتي حتى وشك كله عادي، وبعدين رحتي عامله بالقلم تاني، او في حنه بتتعمل دلوقتي بيرسموا الحواجب بالحنه، بتقعد 15 يوم تقريبا عند. لا انا مش عايزه حنه، هي يعني ايه المسكره بتروح من الميه. ما تروح. انا حواجب خفيفه. ما تروح وتحطيها تاني، او تحطيها لما جوزك يبقى. انا مش فاضيه بقى، ما انا ورايا اولاد وكده وبطل. طب ما انا هقول لك حاجه، ما تحطيش طول اليوم الا الوقت لما جوزك يجي، مش انت عشان بس يبقى شكلك حلو قدام جوزك. ما ساعات ما بلحقش. بس طيب انا حاسه ان انت يعني ايه، ما تخليش الشيطان يدخل لك من مداخل دي، فاهمه؟ لا بص، عشان حضرتك انا مش عارف اسمع التلفزيون وانا بتكلم في التليفون، فانا ايه، هقول سؤال كمان وبعد كده الشيخ احمد يجاوبني. يعني تمام. ايوه، قولي السؤال الثاني، وهو بقى ايه، اتفرجي بقى علينا في التلفزيون، الشيخ احمد هيقول لك كل حاجه. ماشي. السؤال الثاني، ان انا من يوم ما اتجوزت ايه، فتاوى المراه، فتاوى المراه. هي انا احنا ورانا غير المراه. السؤال الثاني، من لما اتجوزت يا اما حامل يا برضع، فما صمتش ولا رمضان كامل. انت متجوزه بقالك كام سنه؟ ايه، 4 سنين. اه يا حبيبتي. أميرة أنت عندك كام سنة؟ 28. أسألك سؤال، مهما كان يعني، ضياعوا المال ولا ضياعوا الدين؟ أيهما أشد عليك أنت؟ طبعا ضياع الدين، وأنا نفسي والله نفسي أنتظم في الصلاة. أنا فاهم، أنا فاهم، أنا فهمت بقى الدنيا بقى. ضياعوا الدين أشد، صح؟ أيوة طبعا. وبالتالي يا أستاذة أميرة، إحنا رب العالمين أمرنا ببعض الفرائض كده في الوضوء. الصلاة لا تصح إلا بهذه الفرائض، من ضمن الحاجات دي اللي هو غسل الوجه. فغسل الوجه منها أصلا حواجبي خفيفة، هذا خلق الله عز وجل. فقضية اللي أنا بس أنا هيبقى الدنيا، فأنا فهضيع ديني عشان المسكرة، وعشان مش عارف أنا هتخف، وعشان ما تخف ما تروح خالص،
ما اغسل وشي كما أمر ربي سبحانه تبارك وتعالى وكما فعل نبيي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان لما دعا بوضوء ثم توضأ وقال هكذا توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول لحضرتك أهو أنا الدين عندي أولى من كل شيء، الدين عندي أولى، حتى لو كل ده هيروح مش هتخف، لا هتروح أنا أغسل ودلك وجهي، أنا واقف أمام رب العالمين سبحانه والله يرضى عني بذلك، الله يرضى عني بذلك. لكن عمر، وأنا آسف في اللفظ ده، عمر ما كانت المذيعات حجة أبدا، لا الأستاذة دعاء حجة ولا غيرها حجة، إن هي بتحط ميك اب ولا ما بتحطش ميك، أنا ملناش علاقة، أنا لي علاقة بدين رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وبعدين انت مش عارفه المذيعات اصلا مش حاطين طول النهار، يعني انا مثلا على سبيل المثال عشان اعرف الاستاذه دعاء، فالاستاذه دعاء اصلا ما بتحطش اصلا في الطبيعي، فبنشوف البتاع خلاص هي مصليه الظهر وبعد ما خلص بتروح تصلي العصر على وضوءها وانتهت المساله في الامر ده. لكن انا عندي ديني اولى. لكن اما بالنسبه بقى للسؤال الثاني وهو ورب العالمين قال فاغسلوا وجوهكم، ما ينفعش ان انا اغسل كده واسيب ده، ده النبي عليه الصلاه والسلام في حلول، يعني زي ما انا قلت في حلول، مفيش مشكله. انا شفت بقى خلينا بيعملوا بالحنه دي بتقعد اسبوعين، خلينا زي التاتو بس حنه، ما هو انا ما نحني يعني انا بحط حنه انا كمان بس خلينا، او مثلا هي تقعد طول اليوم بتغسل في وشها، عايز يقول لما جوزها يجي من الشغل تبقى تحط وخلاص. يا استاذه دعاء احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا، اني يعني يجب ان الانسان يبدأ يرتقي في أولويات سلم، يعني مش أولويات، دي واجبات أساسيات، ده فرض عليا اللي هو فاغسلوا وجوهكم، والحاجب ده من الوجه، يعني الحاجب هو الوجه منين؟ من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن وبين وتدي الأذن اللي هي الحتة دي اسمها الوتد دي، يبقى كل ده غسل إيه داخل إيه. لكن أنا بس السؤال اللي أنا بقى أتعجب منه هو أنا حتى لو عملت كده طب ما اغسل وشي، انا واقف قدام رب العالمين يعني فاغسله، قال الله فاغسله دي الملكيه اخذوا منها مساله التدليك اللي انا ادلك، يعني ادلك، يعني حتى لو اخذنا بالراي الثاني اللي هو زي الاستاذ دعاء، بس المهم اللي انا ان الماء يجي على الوجه خلاص. طيب وسيدنا النبي لما شاف واحد عنده بتاع ده اعزكم الله بقعه هنا في رجله لم يصبها الماء، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ويل للاعقاب من النار، فين بقى ويل للاعقاب من النار، ويل للحواجب من النار، ويل للخدود من النار، ويل للمرافق من النار، ويل للايد من النار، اصل الحته دي فانا هسيبها اصلا حتى هنا، فلو الميه جت فالحنه هتروح، فويل لدي من النار، الحنه مش بتروح مثلا، يعني مثلا تروح ولا ما تروحش مش دعوه، انا ليه علاقه، ويل اهو بقى سيدنا النبي وقيس على ذلك.